صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا هوري إلهة مهلي مرلباتك محليها عيد مبارك شعبك الصوماليين لمانتي قال عن شعبك بنتلان لمانتي سبحان الله يا هاي خاصتهم وليبا أمد المسلمين تهولن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. إلهي وحنا رجينا يا الصومالي أولا يا شعبك بنتلان إن عيد كان عيد كيس وقاران نبات قريو يا هرمر يا عفمات انت سهل إلهي ورجينا وحنتا لبيا وحنا دي يا دوحنا هي وان وحلقا حما دو لغم برغودا ان شلاي ومان انت مال ما إلهي وخير بنديد وطمان كي عشو باركسنا كمدا ومان انت عرف الله تاقنا إن ميلا كمدا بنتلان الدباتو قد عضي ضد بيلاهو ديغان وداغا ولا لا انا دي تاسو دي حمرتي دبي وادع جرتي لكن وحا وحياب لا او ان مرنا با شعب بنتلان الا وين غريسنينا وح لا نخونا ان مالنتي عرفو او مالما او خير بنيد او بريه حرمكا dagaal noocaas dhacaan arintaas aad iyo aad baan uga xunahay waxaan leenahay khalad waa dhaca waa dambowdeena ilaahay u toobad keena oo dambiyeedkii dagaalka iyo kii bilaa xurumka iyo kii maalinta carafo intaba dunuba ilaahay iyo madaba ka gasheen markaa hor waxaan leenahay toobad keena mar labaadkana waxaan ku baaqayna arintaas in la joojiyo dagaalkaas وفعلا فعلين ودتك الدحديسة كوناك سنين ودين تكو فعلين وإلهي رالك أهين ومدو آن لغن وهين رنتا وين سيدك دقل وجوجيا وحي رنتا كل غله يدتك وحقرتك انت باقا وجيدين كل دولة دلفت يدو وحن رجينا إني وديار غروبي سيدي وحو قمان لهدي حدا كدمايا ديارنا اوت ان شاء الله هدي لاحظ مو مر لبادي مر سدحاد وحن كو علينا دغالكاس هل جوجيو وحدني كوما جرتو سومالدا تراهدا دغال ويلكم دشي ويل با قودنتا ما مالا سو خيا دي معناه دو جيدا ان قف با قودنتا دمر ايدل وا قودمت هاي قفنو قفنو كوما دشو دغالك هل جوجيو بيش بركايسن هلا جوجيو وحن لين هي واسون ونقضي هلا جوجيو بان مر لباد يمر صدحاد عد داري عدو بقول ان هي كل وحي هذا كده ما يانا ده وحي اما نبات هلا جاي غفتو اما دبشين هلا جاي غفتو اما عيدا هلا جاي غفتو عيد كسر الله لك عشان كرو يدور الد عيد كسر رنت هاس ما ينحل بدو قال ما يركب انتي سبدان waxaa la yuulayaa xuduud waxa baxsan yahay arinta waa loo diyaar garoobay dadka shacabka ah walaal ah labada dhinac ahna aqbali maayaan hadii cid kale ku yaalatana laga aqbali maayo mar labaad mar saddexaad waan mahadsantiin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.